لما بغني بخليك فيشي مش عارف شو اللي بحكي بس رامي مشي انا بستلم وقت ونازل تحت وشي هاي مش حكي هاد مش راب هذا فري ستايل هاد الراب هذا القرش رح يتفجر يحب الدنيا خرا ابعد ورا ارجع ورا مرحبا تصور معكم رامي جي بي اليوم نفسي اوجه الرساله لاخوتي في غزه اللي هم دائما اثر في قلبي انا اليوم حضرت الشغل اللي عملوه الشباب في البروجكت تبعهم وانا حابب اني بعد ما حضرت الفيديوهات حابب اني اشارك في شيء كتبته بكتب مكتوب عابر للقلوب محروم من زياره غزه بس ابدا مش مغلوب بكتب لكم اني بحبكم وحبكم مطلوب بس اللي مطلوب اكثر منا مسلوب لانه الطلب الاساسي هو الوحده ملناش بالشحده ام الامم المتحده كلماتي بهدي مش هديه بس انا فعلا بهدي شايف سراب الحريه بدي اركض اعبطها وقتها بقدر اعطيكم اياها هديه حتى لو بشرايين اربطها قد كلام كتبته بس انا حسيته وكل اللي حكيته حابب احكي لكم اكثر منه انا حاليا عم برتجل بس الارتجال فريضه لما ما حدا بيعمل اللي بكتبه انتوا مش عارفين شو اللي في قلبي انا بكبته لما اشوف اولادنا قاعدين بنقتله واولاد العالم قاعدين بنبسطه بس المنطقه كلياتها الموت فيها حاضر واذا بتقدرش تعمل اشي بدك تسكت تحكي حاضر عشان هيك انا راح اختصر بس هذا مش من الاخر في كلام كتير راح ينحكى السلام عليكم.